وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا تيقن المسلم من عدم طلوع الفجر فأكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما الحكم؟ وكذلك الحال في غروب الشمس. هذا مر بكم في درس الفقه أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه يصح الصوم إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه يصح الصوم ما لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يبطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يفطر حتى يغلب على ظنه غروب الشمس ولا يكفي الشك. نعم، ففيه فرق بين المسألتين، بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء هذا صوم صحيح لأن الأصل بقاء الليل، وبين من أكل شاكا في غروب الشمس فهذا لا يجوز له حتى يغلب على ظن غروب الشمس أو يتيقنه في مشاهده. نعم، لأن الأصل بقاء النهار. نعم.